الدنيا مسرح وحياتك مسرحية قدرية بحتة، لا كنت غاوي غنى ولا كنت ناوي تمثيل. القدر يعني أنا ما كانش في دماغي خالص أن أنا أمتهن المهنتين دول، ولا كانوا في خطتي ولا في تخطيطي خالص. أنا كان نفسي أكمل دراستي عادي واشتغل شغلانة تخليني بقدر يعني زي ما بيقولوا أكتسب قوت يومي، أقدر أكل وأشرب وألبس وأبقى عايش كويس زي حد يعني. بس القدر أراد أن أنا أول شغلانة أشتغلها أبقى مغني بالصدفة. غنيت أول مرة وأنت عندك 15 سنة ولا 14 سنة؟ 15 سنة وست شهور. 15 سنة يوم 6/6 6/6/96، ده أول فرح في الشارع اشتغلت في مبابة عندنا في بني محمد. كان أجرك قد إيه؟ 45 جنيه. فرحت بيوم قوي طبعا. يا لهوي، سعادة يعني لا تضاهيها سعادة. سكلت بيهم كلهم بجد؟ يعني جبت أكل أنا وصحابي وجبت أكل وأنا مروح البيت، وكانت سعادة غامرة يعني. وجالي وبعدين اللي أسعدني أكتر إن أنا نجحت في الفرح ده لدرجة إن أنا خدت عربين ثلاث أفراح تانيين. فكنت طبعا مروح يعني معايا فلوس ورقم ما كنتش مسكته قبل كده، 45 جنيه ده ما كنتش مسكته يعني. كنت بقعد أحوش فيه زمن عشان أجيب جزمة، أجيب بنطلون، أعمل حاجة كده. وفكرة إن أنا نجحت كمان في حاجة أصلا مش في خطتي، دقت طعم النجاح. ومن أول يوم ومش في خطتي خالص يعني. أنا مش في دماغي إن أنا هغني ولا همثل ولا هعمل إيه في حياتي. أنا بس الراجل جه نادى عليا، تعالى يا ابني تعالى غني معانا وهنديه 45 جنيه وخد 20 جنيه وعربون. أنا عايز أقول لك إن أنا من اليوم ده ساعات بوصل لمرحلة ان انا بتكسف اسأل ربنا، عشان بحس ان هو بيعمل لي احسن من اللي بحلم بيه بكتير. او والله العظيم بجد مش كلام انشا ولا بس يعني، انت صبرك كله بيجدي نفعا في الاخر الحمد لله رب العالمين. وانا شايف اصلا مفتاح الحياة كلها الصبر. من وقتها يعني كل ما تضيق عليا يعني ابص للسماء انا بتاعك يعني، اعمل فيه اللي انت عايزه معا. انا راضي وتمام ومبسوط يعني. لو تسمي قصتك باسم موال الصبر. موال الصبر؟ وموال الصبر ده اول كمان اول غنوة غنيتها في اول غنوة غنيتها في مايك في فرح، ودي اللي بسببها الراجل اللي جه نده عليا في البيت ده كان سمعني وانا بغنيها، فعرف ان في عيل هنا صوته حلو ولما اتزنق دور عليا جابك تغني في الفرح.